أستاذ محمد عبد المجيد القباطي، أهلا بك، مستشار رئيس الوزراء السابق. يعني كما استمعنا إلى ما قاله السيد صادق، هناك رفض للحوار على أساسا في أي عاصمة كما يقول، يعني رفض قاطع، يعني الجدل الآن ليس على مكان الحوار إنما على مبدأ الحوار. كيف ستكون صورة الأوضاع؟ في الحقيقة يعني المشهد ضبابي، وواضح بأنه هذا الحلف الانقلابي الثلاثي الحوثي العفاشي الداعشي يعني هم يحاولوا أن يعني يشترون الوقت لكي يتمددون على الأرض، والحديث عن أنه ممكن يشاركوا في أي حوار. أنا مستغرب، أخي جمال بن عمر البارحة يقول بأنه الحوار كأنه يجزم، لكن واضح بأنه أساس التسوية السياسية في اليمن كانت قائمة على أساس المبادرة الخليجية اللي تم التوقيع عليها في الرياض في قصر اليمامة في نوفمبر 2012، وبالتالي الفكرة اللي مطروحة أنه ينعقد حوار، نواصل الحوار اللي كنا قد قطعنا 10 أشهر فيه ووصلنا إلى مسودة الدستور، يتم مواصلته تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، سواء كان في الدوحة أو في الرياض أو في أبوظبي أو حتى في القاهرة، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وما نوصل إليه من توافق يتم التوقيع عليه في الرياض كما قال السيد جمال بن عمر. هذا هو لكن ما يجري على الأرض اليوم واضح بأنه هذا الحلف الثلاثي، وبالذات الرئيس السابق أو المخلوع الدكتاتور علي عبد الله صالح، لا يريد، هو يريد أن يثبت على الأرض لأنه يخاف من هم ضد هذا الحوار، عارفين الحوار قد وجاهز، مخرجاته هو الدستور وثيقة الدستور هم رافضينها، هم يريدوا أن ينقلبوا على كل ما توافقنا عليه طوال 3 سنوات الماضية. فهو الآن هذا ما قاله السفير الأمريكي اليوم، يقول بأنه الحوار هذا لن يكون له معنى إذا يعني هددوا ألا عدم. تعتقد سيد محمد بأنه الحوثيين يحاولون تصعيد على الأرض، وبالتالي حتى في الخطاب السياسي لتحقيق مكاسب، وبالتالي هم سيذهبون إلى الحوار عاجلا أم آجلا؟ لا بس أختي، الآن ما دام هم دخلوا الآن يحاولوا، يعني هذه مقدمة لانفجار الوضع بشكل كامل وحرب شاملة، يعني ما عاد في بعدها ممكن يكون في حوار إذا كان هم الآن يحضروا لاجتياح الجنوب ومحاضرات في الجنوب. يعني الآن اليوم سقطوا الشهداء، ما يجري على الأرض شيء مختلف تماما عن تحضير الحوار، وما هو وهذا ما نبه إليه السفير الأمريكي، كانت رسالة في الحقيقة البارحة. ما أعرف أنتم إذا نقلتم هذا الخبر، كان في طلب رسمي من الرئيس عبد الرب منصور هادي، من إخواتنا في مجلس التعاون الخليجي، بالدعم العسكري والتدخل العسكري، ما هكذا أيضا طلب بفرض حظر قوي، لأنه هؤلاء الناس لكي يعني يجوا يوصلوا إلى طاولة الحوار يجب أن يقتنعوا أنه لا يمكن أن يحققوا نصر على الأرض. ولكن رد السعودية ليس حاسما بخصوص هذا الموضوع. لا ليس السعودية فقط، يعني رد الدول الخليجية سنتخذ إجراءات إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي. قبل مجلس الأمن لم يلبي الطلب العاجل من الرئيس هادي بالتدخل. هناك شعور، اسمح لي، هناك شعور أن قوى سياسية إن كانت إقليمية أو دولية تعرف أن هناك مهلة من الوقت ربما للتوصل إلى حل. أي مهلة من الوقت؟ ما هذا هو ما ينبه السفير الأمريكي إليه، أي مهلة؟ بعد أن يجتاحوا عدن انتهى الحوار، هنا لن يكون هناك حوار. المطلوب هو فقط أن يشعر هؤلاء الناس أنهم لا يمكن أن يحققوا بسهولة نصر أو اكتزاح المناطق، يعني ما طلب هو فقط حظر جوي، لأنهم الآن يتقدمون تحت غطاء جوي، وقصف عدن كان تجاوز الخطوط الحمراء، وبالتالي إذا تم مثلا ضرب المدرجات المطار العسكري في صنعاء ومطار الحديدة، هذه رسالة قوية لكي يأتوا للحوار، مش يحصل هذا ما حصل أمامنا الآن. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ أي طائرات ممكن تعملها؟ نحن كنا متابعين تحرك وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى المنطقة الجنوبية في المملكة إلى خميس مشيط، يعني هذه أي طائرات ممكن تجي وتقصف، هذه مسألة كلها 10 دقائق. لكن هناك يفترض أن تكون شرعية لمثل هذا التدخل. الشرعية موجودة أخي، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يحق لأي دولة بشكل شرعي أن تطلب من أي دولة أخرى، ممكن نطلب من مصر، من السعودية، مش حتى من مجلس التعاون الخليجي، من دولة من الدول، فقط إنها تأتي للمعاونة. لا طبعا، أيوة هذا بين الدول، هذه علاقات بين الدول، هذه دولة شرعية، ليس هناك الحظر القوي اللي فرض في العراق وقت سقوط الدولة، لا،
هذه الدولة موجودة معترف بها، قرارات الأمم المتحدة تعترف بأنه الرئيس عبد الرب منصور شرعي ولديه حكومة شرعية ويطلب بشكل شرعي. يعني طبعا تقول بأن الرئيس هادي سيضغط على، هو طلب من هذا الطلب طلب، ولكن الآن يعني طالما تحدثنا عن رد فعل دول مجلس التعاون الخليجي ليس حاسما حتى الآن. يا أختي خلونا أنتم تجزموا ليس حاسما. الأمير تركي الفيصل، نحن أمس كنا في يعني المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية تشاتام هاوس، الأمير تركي الفيصل قبل 5 أيام قال لابد لمجلس، هذا طبعا كان يعني مسؤول الاستخبارات السعودية ورجل عارف شو هذا، قال هناك ضرورة لتدخل عسكري لن يعلن الناس، هذه الطائرة تنتظر ممكن تطلع من أي مكان تقصف المطارات. ولماذا لم يحدث ذلك حتى الآن؟ إذا كان هناك قرار، ما في قرار.